بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ حبايبي النهاردة الغسالة الاوتوماتيك الفوتوماتيك، البنات بتشتكي انها مش بتنظف الغسيل كويس، ولها ريحة مش حلوة. فكنت بدخل اكلمهم يعني اقول لهم اعملوا كذا كذا، فكانت بيستجيبوا ليا ويقولوا لي ايوه طريقتك حلوة وجابت معانا نتيجة والغسالة بقت بتنظف كويس. فانا اقول لكم على الكلام اللي انا اقوله لكم ده مش مني انا ده مهندس صيانه، كان لما جه يركب لي الغساله قال لي اعملي كذا كذا وايه، وانا مشيت عليه والحمد لله غسيلي بيطلع نظيف وزي الفل وريحته حلوه من غير ما بحط حاجات معطره وكده، بالمسحوق بس. احنا انا اعمل لكم الاول برنامج الغسيل العادي، الغسله العاديه اللي هي التقيل. طبعا احنا كنا بنشتغل على التقيل مش على الخفيف. انا اقول لكم لو عايزه تغسلي غسله واحده يعني او قطعه واحده او اي حاجه اقول لك تعملي ايه، بس المهم ان انا دلوقتي هعمل لكم على برنامج الغسيل العادي اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. احنا نعمل اول الباور اون، ناخد برنامج اللي هو التقيل، نور اهو تقيل، نروح ناخد برنامج الغسيل هنا. ده مستوى الميه الاول اهو، ده مستوى الميه. ناخد مستوى تاني، حاولي ما تاخديش المستوى الاخير، المستوى الاخير بيسحب ميه كتير وملوش اي لازمه. المستوى اللي هو قبل الاخير دون كويس، انما المستويين اللي تحت ده لو انت هتغسلي غسله بسيطه تيشرت بنطلون اي حاجه خفيفه هتاخديها، هتاخدي المستوى الاول او الثاني على حسب كميه الغسيل. برنامج الغسيل هناخد 12، ده احسن برنامج. ال 12 ده بيعمل 18 دقيقه، يعني لو اتكيت هنا ستارت كده كده انا خدت غسيل بس، غسيل بس من غير شطف من غير عصر من غير ما اكمل بقيه البرنامج، غسيل بس. ده هتكرريه هتشتغليه مثلا على حسب بقى انك لو الغسيل عندك مش نظيف هو هيشتغل دورته، يعني انا لو اديته الستارت كده هيسحب ميه، هيسحب ميه ويشتغل. هيعمل كام دقيقه؟ 18 دقيقه. 18 دقيقه ده غسيل بس من غير شطف من غير عصر من غير اي حاجه، وبعد ما يخلص هيقف، هتقف لوحدي. فانا طبعا هوقفه دلوقتي عشان نكمل بقيه ايه الشرح. خلاص كده غسله هتكرريها تاني، هتاخدي هتقعدي نص ساعه مثلا لو انت مستعجله قوي، او ساعه على حسب انت واقفه في المطبخ سيبيها تشتغل، وبعد كده بعد ساعه رجعي تاني البرنامج، اعملي تاني نفس البرنامج، هتعملي اون وتعملي تاخدي الغسيل التقيل ده تقيل، وبعدين تروحي تاخدي من ال 12، وبعدين ايه تحددي مستوى الميه. مستوى الميه ده على حسب الكميه اللي انت حاطاه، كميه الغسيل اللي انت حاطاه. ترجع تاني تاخديها تكرريها تالت لو الغسيل مش نظيف، لو الغسيل نظيف مش محتاج غسيل كتير كفايه قوي عليه مرتين، وتروحي جايه بقى المره التانيه مشغلاه على بقيه البرنامج. طبعا انت هتاخدي هنا اهون بقيه البرنامج اللي هو اللف درجه اللي هي العصر، احنا دلوقتي واقفينها جاست ستارت، هنكمل تاخديها للاوفر. الاوفر ده بيزود شويه، بيزود حوالي 5 دقايق كمان في الغسل. نعمل اون، نبدا تاني البرنامج الاول وجديد، لان انا كده ايه نرجع تاني ناخد مستوى الغسيل تقيل، وبعدين مستوى الميه، بعدين 12 ده اعلى درجه. في عندك 8، ال8 دي لو الغسيل دوره الغسيل قليله يعني عامله كميه قليله وحابه وعايزه تخلصي بسرعه تعمليه. الاوفر ده بيزود بيديكي حوالي 5 دقايق زياده في الغسيل، في الغسله مش في الغسيل كله، يعني ايه في برنامج الغسيل بس. و9 بيزود دوره سرعه اللف، وبعدين تديله ستارت كده هيشتغل غسيل هيشتغل. وتحطي بقى المسحوق بتاعك عادي، وتحطي معاه ايه حاجه بقى جميله لو انت بتشتكي من ريحه، ده كربونات، حطي معلقه كربونات. الكربونات ده بحطه في كل الغسيل، ده ما بيخليش للغساله اي حاجه ليها ريحه إيه، وما بيأثرش على الهدوم. كربوناته حلو جدا. احنا بقى نيجي نغسلها، انا عايزه دلوقتي اعمل لها صيانه، انا عملت لها اعمل لها تاني اهو، عايزه اعمل لها
دورة الغسيل بالخل والملح. هتعملي ايه بقى حبيبتي؟ شوفي هنشتغل، هنجيب برضو كلام اللي انا نطفيها تاني عشان نبي دورة الغسيل، نعمل اون، هناخد برنامج الغسيل طبعا هتنقلي عن تنظيف الحوض، تنظيف الحوض ده برنامج لوحده طبعا. انت مش هتروحي لا تاخدي بقى لحاجة تانية خالص، لا هنا لا مستوى مية ولا البرنامج ولا سرعة اللف ولا اي حاجة. انت هتاخدي بس تنظيف الحوض وهتشتغلي على الستارت على طول. ده هيديكي هيسحب مية. احنا هنحط ايه بقى في الحوض عشان ينضف؟ ده ملح الليمون، ملح الليمون معلقة ملح ليمون وكربونات. ده في الغسيل اللي هي دورة التشطيب. وناخد معاه الخل العادي، الخل العادي خالص، الخل ده العادي خالص. انا دي نص ازازة، انا كنت واخدة النص الاولاني غسلت بيه غسلة قبل كده، وده النص التاني. يعني نص ازازة تحطي في الغسلة نص ازازة خل مع معلقة ملح ليمون ومعلقة كربونات. ده بيدي للغساله بينضفها، بينضفها من كل الشوائب اللي فيها واي حاجه موجوده فيها، ويخليها بتلمع ويخليها زي الفل. انا هستناها لما تملى ميه دلوقتي ونحط كله يتملى ميه، وهقول لكم نعمل ايه، نطلع ايه منها وازاي نشطفها وازاي نغسلها وازاي نفضي نطلع الفلتر وازاي ننضف منها كل حاجه. فلما تملى الغساله وتوصل للحوض كله يتملى ميه هقول لكم هنحط فيها ايه. بس انا هحط لها دلوقتي اهو معاك اهو ميه تملى ميه، هنحط ده بيتفاعل مع اي حاجات عامله فيه، مع اي هنشوف طواجيت فور حلو ازاي تخلي اي حاجه في الغساله شوائب ولا اي حاجه متعلقه من جوه في الحله هتنضفها وتخليها زي الفل. وده الفلتر اهو، انا اقول لكم ازاي اتغسل. في شوائب قد ايه؟ بقالي شهر، ده المفروض الغسل بتغسليها كل شهر كده. انا اقول لكم ده نغسله ازاي ونفكه ازاي. وده برضه اهو ده بيتفتح، كل دي جايبه لها حاجات اغسلها بيها. هستناها بس لما تملى واقول لكم نعمل ايه، لانها تاخد لها يجي 10 دقايق كده على بال ما الحوض كبير، وانا مش هتاخد تتملى الاخير. طبعا مستوى الغسيل انت ما بتتحكميش في مستوى الميه، هي لازم تاخد الدوره بتاعتها كامله وتاخد ميتها كلها. فاستنوني لما الحوض يتملى اقول لكم نعمل ايه. شوفوا الميه بتعمل ايه، ده من الاول خالص جد الغسيل مع الخل بتخليها تعمل جامد. لسه هتكمل الميه كمان. وده يا حبايبي الفلتر اهو، هنغسله كده نفتحه كده اهو، هنجيب له فرشه زي دي كده بتتباع في عند بتاع الادوات المنزليه، او فرشه، انا ما عندكيش هاتي فرشه اسنان، اي حاجه تبقى اي حاجه بتتعك منها. هنضفها كويس كده تحت الميه، حاجه فيها طلعيها منها كده اهو تحت الميه. الغساله لسه بتملى ميه ايام، انا بغسلها دلوقتي قبل ما الغساله تتملي قوي عشان اعرف عشان احط ثاني الفلتر مكانه. لا الغسله دي بقى تغسليها كل شهر ونص كده، تنضفي الغساله
وتطلعي منها الحاجات الفلتر وتنضفيه، ما تحطش فيها الخل والكربونات وملح الليمون. لو ما عندكيش الفرشه دي، تيجي من السوبر ماركت بتاع الادوات المنزليه، بيجوا ثلاثه مع بعض كده مش بفلوس يعني، ده الثلاثه كلهم كانوا 6 جنيه باين. بستخدمها بقى في كل حاجه في المطبخ. يعني ما عندكيش فرشه الاسنان عاديه، فرشه مش مستخدمه، انا ما برميش فرش الاسنان، بستخدمها في حاجات كتيره، بنضف بيها اي حاجه. نحطها في الغسالة ونرجع لكم تاني. نرجع الفلفل تاني اهو، الفلفل هنحطه تاني في مكانه، الغسالة بغسل بقى. نفس الفرشة هنشتغل عادي، كويس مثل ما هتاخد بقى كل حاجه، الميه بقى، الميه اللي بتخلي دي تاخد بيها كل حاجه. هي مسحوقه طبعا، لان الميه اللي بتخلي دي انا بتنضف معاك كل حاجه، طبعا الميه مش هتطلع الحاجات دي. مكان الفلتر نفسه في الفرشة، دخلي ايدي كده تحتي الفرشة، فكرة بقى في ملح الليمون وكربوناته ان هو بيخليها تطلع منها اي فطريات، اي حاجة موجودة في الغسالة من تحت. شايفين بيطلع، شايفين الحاجات بتطلع ازاي في البيت. كل شهر بعمل العملية دي. ومن بره ومن جوه ومن كل حته، ومن فوق ومن فوق عامل عند الغطا. تمام، متطلعش كده عشان بس تفكها ايه شويه واللي هي يغسلهم. وصفيت بس اسبوع خطا.
تخرج بره في الغسالة على الحوض وتنضفيه برده بنفس الطريقة، وبعدين ترجعيه تاني. دلوقتي انا هي هسيبها تكمل مثلا الحلة من بره من فوق كده اللي هو الاطار الفايبر بتاعها ده، اغسليه كويس لان ايه بيلزق فيه من زي المستانس بيطلع الحاجة من اللي فوق بيحجر. اللي انا بقول لكم عليه ده بيخلي بيفك بقى اي تحجير من فوق في الغسالة من عندها من تحت ومن الخرطوم ومن كل حاجة. سيبها تكمل بقى لحد ما تخلص، هتقعد لها ساعة كده دورة الشطف دي بتقعد لها ساعة. هسيبها بقى تكمل تخلص بقى دورتها خالص بعد الغسلة دي، وامسحها وانشفها في الاخر خالص بالقماشة من فوق من الحلة بتاعتها اللي هي الفايبر دي. نقفلها بقى كده. يا حبيبي اتمنى اكون افدتكم يا رب كده واستفدتوا حاجة من اللي انا قلته، وان شاء الله لو عملتوها كده هتبقى معاكم على طول جميلة وما فيهاش ريحة. الكربونات والملح الليمون بينظف الغسالة وينظف الحلة من جوه، والخرطوم والصرف المية وكل حاجة بيطلع بقى اي رواسب فيها متحجرة ينظف. والغسيل زي ما قلت لكم عايزة الغسلة بتاعتك تبقى نظيفة، ما تكتفيش ببرنامج الغسيل، لان برنامج الغسيل لو هتعمليه على 12 وتكملي بقية الدورة هيقعد هيلف بس ربع ساعة ويشطف ويرمي ويعصر ويطلع لك الغسيل. هتحسي ان هو ما اتغسلش كويس، لا عيدي دورة الغسيل تاني. دورة الغسيل ال 12 مع مستوى المية، وتتكي ستارت وتسيبيها لما تقف سيبيها نص ساعة تريح، وارجعي تاني ابدأي نفس البرنامج تاني، تديله تعملي اون وتدي 12 ومستوى المية وتتكي ستارت مرتين ثلاثة لحد ما تحسي ان غسيلك نضف، وبعد كده تديها الدورة كاملة اللي هي تعملي الاوفر وتسعة وتتكي ستارت وتغسل الغسلة كاملة، تديكي ساعة بحالها وتطلع لك الغسيل ونضيفه زي الفل وريحته حلو. اهم حاجة مش تلاقي اللي هو ريحة وحشة ولا حاجة. انا ممكن احط الكمفورت او احط داوني، بس الداوني والحاجات دي ريحتها بتبقى زعقة قوي بالنسبة للاطفال، ممكن تعمل لهم حساسية فما بحبهاش. فالكربوناتو هيخلي ريحة الغسيل ملوش ريحة، مش هتحسي له بريحة وحشة، الكربوناتو كويس. الداوني ده عايزة تحطش انت حرة، حطي براحتك، بس بالنسبة للاطفال الحاجات دي بتبقى بتعمل لهم حساسية على سنهم. يا ربي اتمنى اكون افدتكم بحاجة حبايبي. لو حد عايز مني اي سؤال او اي حاجة يكلمني في التعليقات، انا برد عليهم. وما تنسونيش بقى لو اول مرة تشوفوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم حبايب قلبي. مع الف سلامة.